تواصل إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة عملها في الرقابة على مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية التي يتم تطبيقها بعد العودة الجزئية لخدمات المطاعم والمقاهي. وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أوضح السيد جعفر سعيد رئيس التخطيط والدراسات والشكاوى بإدارة التفتيش في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، أكد دور الوزارة في التفتيش على الخدمات الداخلية المقدمة للزبائن في المطاعم والمقاهي، مؤكدا عدم رصد مخالفات جسيمة خلال عملية التفتيش. وضعنا استراتيجية متكاملة وخطط مضاعفة، وتم من خلالها تعزيز أدوات الرقابة بما يتواكب مع المستجدات الحالية، بالإضافة إلى وضعنا برامج إرشادية وتوعوية. وبالتالي من جانبنا كإدارة تفتيش نفذنا العديد من الحملات التفتيشية والإرشادية، طبعا بالتوازي مع صدور القرارات والمتضمنة للاشتراطات والتدابير الصحية. يعني احنا نركز دائما وأبدا على التوعية المستمرة، ومنذ بداية الجائحة وحتى الآن زين أحب في هذا الصدد أن أشيد بالوعي العالي لأصحاب المحلات التجارية بخصوص اطلاعهم، وبشكل كبير بخصوص الإجراءات المطلوبة منهم وتنفيذها. ولله الحمد لم نواجه الكثير من المخالفات بهذه الخصوص، والمخالفات المرصودة غالبيتها بسيطة ويتم إرشادهم ومعالجتها في نفس الوقت. التوعية من خلال الزيارات الميدانية وتعريف أصحاب المحلات التجارية بالقرارات التي تصدر بالاشتراطات الواجب اتباعها، هي كل هذه الأمور يعني حدت من وجود المخالفات.